أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة، وهذه أهم العناوين. الزمان العراقية حالة ذهول تنتاب الأوساط الشعبية من النهاية غير المتوقعة لاحتجاجات تشرين. العربي الجديد لا محاسبة لأفراد الميليشيات في العراق. وتتساءل العرب اللندنية في تقرير لها كيف للشرق الأوسط أن يتجاوز مشكلة البطالة زمن الوباء. من المقالات يتساءل فارس كمال نظمي في المدى العراقية، هل انتهت ثورة تشرين أم بدأت للتو تأثيراتها القادمة؟ ويكتب عبد الإله بلقزيز في الخليج الإماراتية الصراعات الجديدة في العالم. لحظات وتأتيكم التفاصيل. قالت صحيفة الزمان العراقية إن حالة ذهول تنتاب الأوساط الشعبية من النهاية غير المتوقعة لاحتجاجات تشرين، حيث أسدل الستار على مسرح التحرير برفع الخيام من الساحة. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات لا تخلو من الأسى، وتصف الحالة بأنها نهاية غير سعيدة، فلا الهيبة عادت للوطن، ولا المفسدين أودعوا السجون، ولا البطالة أغلق ملفها، ولا الحقوق عادت إلى أصحابها. عنونت صحيفة القدس العربي صور القتلى وعبارات ثورية هي كل ما تبقى في ساحة التحرير في بغداد. وسيطرت خيبة الأمل على تدوينات الناشطين العراقيين المشاركين والداعمين للحراك الاحتجاجي المطالب بالحقوق، وتناقلوا صورة لمتظاهرين اثنين يقفان بالقرب من ساحة التحرير، أحدهما يحمل علما فيما يحمل الآخر لافتة مكتوب عليها انتبه من فضلك، المركبة تسير على دماء الشهداء. ونطالع في المدى العراقي ناشطون من بغداد والبصرة يهددون بالتصعيد، السلطات تحاول منعنا. ومر أكثر من عام على الاحتجاجات في العراق، فيما لا يزال أبرز مطالب المتظاهرين من الحكومة هو الكشف عن قتلة المحتجين. رأت صحيفة العربي الجديد أنه لا محاسبة لأفراد الميليشيات في العراق، وهناك حصانة لتجنب الأزمات، وأن المنظومة الأمنية بشكل عام ليس لها رغبة للاصطدام مع الفصائل المسلحة، فحكومة المنطقة الخضراء لن تحميهم من الدولة العميقة التي تعتبر الميليشيات مكونا رئيسيا فيها. ويقول عضو نقابة المحامين العراقيين جاسم الساعدي إن قيادات الفصائل والأحزاب المرتبطة بها تمارس ضغوطا مختلفة على الحكومة والسلطة القضائية. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، انفجار قرب معسكر للحشد جنوب العراق. في وقت يحيط الغموض بتفاصيل هذا الانفجار الذي وقع بأنبوب ناقل للغاز بالقرب من معسكر للحشد الشعبي في محافظة المثنى، ولم تستبعد المصادر من ارتباط الحادث بقضايا سرقة وتهريب. أكدت صحيفة العرب اللندنية أن إيران تخطط للإطاحة بالرؤساء الثلاثة في العراق قبل موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، ليتسنى لحلفائها ترتيب أوراقهم واستعادة الهيمنة المطلقة على الحياة السياسية في البلاد، لكن ذلك يبدو صعبا للغاية في ظل التشابك الشديد في الخطوط الداخلية والخارجية. ونبقى في العرب اللندنية والتقرير الإخباري كيف للشرق الأوسط أن يتجاوز مشكلة البطالة زمن الوباء. يقول التقرير، دعمت العديد من الدراسات الحديثة النظرة السائدة حول أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كغيرها من المناطق الأخرى في العالم تعرضت إلى أزمة حادة بسبب وباء كورونا، وقد انعكس ذلك بوضوح على معدلات البطالة. ويبدو هذا التحدي هو الأكبر أمام الدول العربية منذ سنوات طويلة نتيجة الوباء، واليوم يقف معظمها عاجزا عن وضع حد لها مع تراجع مستويات النمو وعدم وجود مجالات للتحرك وعودة الاقتصاد إلى الانتعاش. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
إلى زاوية مقالات يتساءل فارس كمال نظمي في المدى العراقية، هل انتهت ثورة تشرين أم بدأت للتو تأثيراتها القادمة؟ يقول الكاتب: إذا كانت منظومة السلطة قد نجحت في ثورتها المضادة الشاملة والشرسة لتفكيك تشرين إلى تشرينات مشتتة تفتقر لوحدة الرؤية والتنظيم، فإن ذلك لا يعني استعادة الشرعية السياسية للسلطة، وما تزال محركات تشرين ماثلة دون أي تغيير فيما وراء المشهد السياسي المتصدع بحثا عن شرعية بديلة قادمة. ويرى الكاتب أنه مثلما يبزغ الأمل من احتقان اليأس وينسلخ التحرر من قيود العبودية، فإن الثورات الناقصة تحقن بذرها تدريجيا في رحم المجتمعات حتى يكتمل الوليد الجديد من تفكك القديم واندثاره. ويكتب علي بهزاد في الشرق القطرية: حاجة العالم لسياسات فاعلة للخروج من أزمة كورونا. وينظر الكاتب إلى الصراعات العالمية سواء السياسية أو الاقتصادية أنها أثرت على المقدرات الإنتاجية للدول وتسببت في إحداث تأثير سلبي على مختلف أوجه الأنشطة التجارية والبيئية والزراعية. ويضيف الكاتب: يعكف الاقتصاد العالمي من خلال بياناته وتحليلاته على دراسة الأسواق واحتياجات المجتمعات في ظل ظروف طارئة ومؤلمة وبما يتناسب مع الوضع الوبائي. أخيرا يكتب عبد الإله بلقزيز في الخليج الإماراتية: الصراعات الجديدة في العالم. ويلحظ الكاتب وجوها عدة من هذا الصراع في صورة تناقضات صريحة بين المصالح الأمريكية والمصالح الأوروبية، ورفض واشنطن مبدأ قيام جيش أوروبي موحد، والإصرار على إخضاع أوروبا لمظلة الأطلسي، والخلاف على السياسات النقدية بين المراكز الاقتصادية الأربع أمريكا والصين وأوروبا واليابان. وليس معروفا حتى الآن ما إذا كانت هذه الصراعات ستظل ملجومة بسقف التفاهمات والتسويات أم قد تجنح نحو التعبير عن بعضها في أشكال انفجارية. سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة الدكتور إدريس لجريني، أستاذ القانون والعلاقات الدولية. يسرنا متابعتكم الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من مراكش المغربية الدكتور إدريس لجريني، أستاذ القانون والعلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور إدريس إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك. نبدأ من عنوان صحيفة الزمان العراقية: حالة ذهول تنتاب الأوساط الشعبية من النهاية غير المتوقعة لاحتجاجات تشرين، حيث أزدل الستار على مسرح التحرير ورفع الخيام من الساحة. بماذا تصف النهاية غير المتوقعة لاحتجاجات تشرين؟ أولا يعني ينبغي أن نستحضر السياق العالمي المرتبط بتداعيات كورونا، ويبدو أن الاحتجاجات التي شهدتها العراق كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الاحتجاجات التي شهدتها مجموعة من دول المنطقة والتي أدرجت بما سمي بالجيل الثاني من الحراك أو الجيل الثاني من الحراك في الجزائر، في لبنان، في السودان، يبدو أنه تأثر بشكل كبير بهذه الظرفية التي يفترض فيها عدم الاختلاط بدواعي صحية وبدواعي الأمن الصحي. لكن أعتقد على أنه يمكننا أن نقول على أنه كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من دول المنطقة والتي يبدو أن توقف الحراك لا يعني يعني انتهاءه، على اعتبار أن مسببات والعوامل التي دفعت إلى هذه الاحتجاجات لا زالت قائمة، وأعتقد أنه نفس الشيء بالنسبة للعراق. نعم دكتور إدريس، ما المنظور القانوني تجاه إجبار معتصمي التحرير على إنهاء اعتصاماتهم؟ نحن اولا يعني نمر بازمه عالميه، كما قلت هذه الازمه العالميه حقيقه انها تستدعي فرض يعني حالات استثنائيه، يعني في كثير من الدول ما فيها الدول المتقدمه الدول الديمقراطيه في اوروبا
يعني نهجت أسلوب طرد حالة الطوارئ، واعتبرت نفسها أنها في حالة استثنائية لمواجهة وباء كورونا أو الجائحة الحالية، وبالتالي يعني ثمة مبررات صحية يعني تفرض حقيقة الأخذ بعين الاعتبار احتياطات و يعني الحد من التجمعات التي يبرز أو تأكد من الناحية الطبية والعلمية على أنها تشجع وتوسع دائرة انتشار وتمدد الوباء. لكن لا ننسى بأنه طبعا الجائحة كما هو الشأن بالنسبة لحالات الأزمات والكوارث التي تصيب الإنسانية لا ينبغي أن تكون مطية لتصفية الحسابات والركوب على حقوق الإنسان وتجاوز هذه الحقوق والحريات والتمادي في الانتهاكات، حتى أن الأمم المتحدة وخصوصا المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة أصدرت مجموعة من التقارير حذرت فيها من مغبة استغلال يعني هذه الجائحة للتضييق على حقوق الإنسان والحد من حرية التعبير والإساءة إلى بعض الفئات كالمهاجرين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى غير ذلك. في ذات السياق، مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلو من تعليقات الأسى واصفة الحالة بأنها نهاية غير سعيدة، فلا الهيبة عادت للعراق، ولا المفسدين أودعوا السجون، ولا البطالة أغلق ملفها، ولا الحقوق عادت إلى أصحابها. هل هذا يعني دكتور بأن مطالب ثورة تشرين انتهت للأبد؟ لا أعتقد بأن ثمة نهاية لهذه الاحتجاجات، على اعتبار أن المسببات كما ذكرت لا زالت قائمة. ربما كما قلت يعني وأنا متأكد بأن الظروف الحالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والتي منحت طبعا مبررا للسلطات لكي تتدخل وتسعى إلى تفريق المتظاهرين، ويبدو أن الهاجس إنهاء الاحتجاجات يعني كان قائما في تحرك السلطات في هذا الصدد كما هو الشأن بالنسبة لكثير من دول المنطقة كما قلت كلبنان والجزائر. ولكن يعني أعتقد بأنه استمرار هذه المعضلات الاجتماعية وعدم التعاطي بشكل جاد مع تخليق الحياة العامة وعدم يعني تطوير جهود التنمية وتطوير الاقتصاد، أعتقد بأن كلها مبررات تجعل من قيام هذه الاحتجاجات كل حين، وخصوصا بعد انتهاء الوباء بشكل يعني مؤكد بكل تأكيد ستكون هناك احتجاجات في المستقبل. نعم، نبقى في ذات الموضوع، حيث يتساءل الكاتب فارس كمال نظمي في صحيفة المدى العراقية: هل انتهت ثورة تشرين أم بدأت للتو تأثيراتها القادمة؟ الكاتب يرى أنه مثلما يبزغ الأمل من احتقان اليأس وينسلخ التحرر من قيود العبودية، فإن الثورات الناقصة تحقن بذارها تدريجيا في رحم المجتمعات حتى يكتمل الوليد الجديد من تفكك القديم واندثاره. هل ثمة أمل فيما يقوله الكاتب برأيك؟ أولا لا ننسى على أن العراق الشقيق يعني عانى حقيقة معاناة كبيرة جدا في السنوات الأخيرة، ونحن نتابع يعني عن كتب ما يجري في هذا البلد العربي الذي كان يعني مصدرا للعلوم وكان يعني يشكل حقيقة توازنا في المنطقة توازنا حقيقيا. فالأوضاع التي عاشها المجتمع العراقي في الآونة الأخيرة يعني والتي عمقتها التدخلات الإقليمية والدولية و يعني أثرت بشكل سلبي على مسارات التنمية وعلى مسارات الإصلاح السياسي بشكل عام داخل هذه البلد، أعتقد بأنها تمثل أرضية خصبة لاستمرار يعني هذه الاحتجاجات واستمرار يعني هذه الثورة، على اعتبار أنه عندما نتحدث عن الأزمات فمن رحم هذه الأزمات تولد الأفكار الجديدة، تولد الأفكار البناءة، تولد كذلك البرامج والاستراتيجيات التي من شأنها أن تدعم يعني الإصلاحات الحقيقية. وأعتقد بأن العراق اليوم مر بتجارب قاسية جدا
فيها العنف وفيها المآسي الاجتماعية وفيها التدخل الأجنبي وفيها الصراعات الضيقة الطائفية وغيرها، بصورة أعتقد بأنها ستشكل حقيقة منطلقا في 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 المستقبل لإرساء حوار داخلي حقيقي ولبناء تصورات وبرامج ومداخل يعني متينة تدعم بتحسين المستقبل وتدعم ببناء دولة تتسع للجميع بعيدا عن كل مظاهر الفساد والاستبداد و يعني عدم احترام القانون وتجاوز كما قلت التدخلات الأجنبية التي كما قلت تزايدت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة. نتحول إلى صحيفة الشرق الأوسط التي تعنون انفجار قرب معسكر للحشد جنوب العراق في وقت يحيط الغموض بتفاصيل هذا الانفجار الذي وقع بأنبوب ناقل للغاز بالقرب من معسكر للحشد الشعبي في محافظة المثنى جنوب غربي العاصمة بغداد. بماذا تفسر الانفجارات المتتالية في معسكرات الحشد الشعبي؟ وأولا يعني العمل المسلح أو العمل العنيف الذي يكون خارج إطار الدولة هو عمل مرفوض ولا يمكن أن يبرر بأي يعني مبرر في مكان، لكن تزايدت الانتقادات الموجهة إلى هذا الحشد على اعتبار أن هناك من يعتبره يشتغل لأجندات خارجية وهناك من يتهمون بأنه يشتغل لحساب أجندات إيرانية في هذا الخصوص. وأعتقد بأن تزايد مثل هذه العمليات هو يبرز مدى الصراع القائم اليوم داخل العراق والذي كما قلت يقتضي تقوية مؤسسات الدولة ويقتضي كذلك يعني بلورة قرارات وتوجهات مستقلة عن أي تدخلات أجنبية إقليمية بصورة تدعم يعني إن صح التعبير يعني عرقنة من العراق يعني هذه القرارات وجعلها في خدمة العراق لا غير وليس في خدمة يعني قوى إقليمية ودولية. ننتقل إلى صحيفة العرب اللندنية التي تؤكد أن إيران تخطط للإطاحة بالرؤساء الثلاثة في العراق قبل موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة. ما الذي ستجنيه إيران في ظل التشابك الشديد في الخطوط السياسية العراقية سواء الداخلية أم الخارجية؟ أنا سبق وقلت على أن أهم شيء في هذه المرحلة هو لم الشمل العراقي واستحضار المشترك العراقي بعيدا عن كل الأجندات الإقليمية بغض النظر أكانت هذه الأجندات يعني إيرانية أو أمريكية أو إلى غير ذلك. فإيران حقيقة كلنا يعرف على أن لها مخططات في المنطقة ولديها استراتيجيات وهي تحاول كذلك أن تدبر الكثير من ملفاتها الخارجية وخصوصا ملفها النووي الذي وصل إلى مأزق وخصوصا مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الخماسي. يعني كل هذه المعطيات تبرز بأن إيران تحاول أن تستثمر تدهور الأوضاع في المنطقة برمتها وليس في العراق. وطبعا العراق كان الفضاء الأول الذي يعني فرضت فيه إيران أجندتها. فبالتالي أعتقد بأن اليوم إذا لم يستوعب الفاعل العراقي سواء تعلق الأمر بالفاعل الرسمي أو الفاعل المجتمعي هذه التحديات التي تواجهه فأعتقد بأنه مرة أخرى سيتم استغلال الأوضاع العراقية لفرض أجندات إقليمية لا يمكنها مطلقا أن تكون في صالح العراق. طبعا إيران تسعى إلى تدبير كما قلت كثير من مسيرتها الدولية والإقليمية من خلال التموقع داخل العراق كما هو ونفس الشيء في داخل لبنان وغيرها من المناطق. فلذلك على العراقيين كما قلت يعني أن يستحضروا يعني الوحدة العراقية ويستحضروا المصالح العراقية الحقيقية في إطار مواطنة وفي إطار روح منفتحة على كل مكونات المجتمع وبعيدا كما قلت عن هذه الاعتبارات الضيقة التي لا يمكن إلا أن تكون في صالح أطرافها الإقليمية كإيران.
نعم، نبقى في صحيفة العرب اللندنية التي تتساءل في تقرير لها: كيف للشرق الأوسط أن يتجاوز مشكلة البطالة زمن الوباء؟ ويبدو هذا التحدي هو الأكبر أمام الدول العربية منذ سنوات طويلة. برأيك ما الحلول لتجاوز مشكلة البطالة في زمن وباء كورونا؟ يبدو أن كثير من الدول منها ومن الدول العربية انشغالها بتدبير الوباء حاليا أو بتدبير التداعيات الآنية للوباء ألهاها عن الاهتمام بهذه الأمور الاستراتيجية. وأعتقد بأنه الدول العربية ما لم تتخذ مبادرات حقيقية في إطار من التعاون والتنسيق على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، إذا لم تتخذ هذه الاحتياطات وكذلك على المستوى الداخلي من خلال سياسات استراتيجية ومخططات واضحة، بكل تأكيد يمكن للمستقبل أو يمكنها أن يعني يمكننا أن نتوقع على أنها ستنفتح على مستقبل قاتل بتداعيات خطيرة جدا، ربما ستكون أسوأ من تداعيات الوباء نفسه. وهنا أتحدث عن تداعيات اجتماعية كما قلت والسياسية والاقتصادية التي ينبغي التعامل معها بجدية والتعامل معها بخطط استراتيجية بعيدا عن تلك الخطط أو المقاربات الآنية التي تحاول التركيز على اللحظة فقط. طيب أخيرا دكتور إدريس، يكتب عبد الإله بلقزيز في صحيفة الخليج الإماراتية: الصراعات الجديدة في العالم. يلحظ الكاتب وجوها عدة من هذا الصراع في صورة تناقضات صريحة بين المصالح الأمريكية والمصالح الأوروبية. من وجهة نظر الكاتب، ليس معروفا حتى الآن ما إذا كانت هذه الصراعات ستظل ملجومة بسقف التفاهمات والتسويات، أم قد تجنح نحو التعبير عن بعضها في أشكال انفجارية. ما توقعاتك بهذا الشأن؟ هو الصراع حقيقة بدأ يظهر بصورة واضحة مع مجيء ترامب إلى البيت الأبيض، وبرز من خلال يعني منظوره للعمل داخل حلف شمال الأطلسي، وتبين كذلك من خلال تشجيع بريطانيا قبل ذلك على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وأيضا تبين مع كثير من الأزمات كما هو الشأن بالنسبة للأزمة الإيرانية أو الأزمة أو الصراع العربي الفلسطيني وخصوصا القضية الفلسطينية، تم تباين صارخ بين المواقف الأوروبية والموقف الأمريكي من جهة ثانية. لكن أعتقد بأنه تم كذلك مجموعة من العلاقات ومجموعة من المصالح الأساسية بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بالصورة التي تجعلنا حقيقة قد نكون أمام تباين في الرؤى وتباين في المصالح، ولكن هذا لا ينفي بطبيعة الحال أن تم مصالح ومشترك يمكن أن يظل قائما، بالصورة التي لا تجعل أو لا تدفع إلى التخوف من أن المستقبل سيدفع إلى صراع أو إلى تناقض في المصالح بصورة صارخة، على اعتبار أنه إلى حد الساعة لا زالت هناك مصالح متبادلة، ولا زال يعني الغرب يتعاطف مع الولايات المتحدة، ونفس الشيء بالنسبة للولايات المتحدة مع الدول الأوروبية إذا كثير من القضايا وكثير من الأولويات المشتركة بينهما. نعم، في ختام هذا الحوار أشكرك دكتور إدريس لمشاركتك معنا. مرحبا. شكرا لك، وأشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.